ما حكم التصوير بآلات التصوير والهواتف المتحركة في الحرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم محرم شديد التحريم وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان بالآلة الفوتوغرافية أو بالجوال أو بغير ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وفي الحديث الآخر يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني المصورين، لأنهم يحاولون إيجاد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله، والمضاهاة هي المشابهة. فالحديث يدل على أن المصور هو أظلم الظالمين والعياذ بالله، لأنه مسيء للأدب مع الله ويحاول مشاركة الله في خلقه وإيجاده وتصويره. وكذلك جاء في الحديث أن من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يترك التصوير بجميع أنواعه، بالآلة أو بالرسم أو بالنحت أو غير ذلك، لعموم الأحاديث الصحيحة التي فيها الوعيد الشديد على المصورين. وفي الحرم أشد، تصوير في الحرم أشد، لأنه إظهار للمنكر في المسجد الحرام، إظهار للمنكر في المسجد الحرام، والتصوير من أعظم المنكرات، بدليل هذه الأحاديث الصحيحة المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.